السلام عليكم. استكمالا لتدريس محاضرات برنامج الماجستير المهني في المحاسبة مقرر التطبيقات الحديثة لإدارة التكلفة، كنا تناولنا بالتدريس الفصل الأول مقدمة في علم إدارة التكلفة الاستراتيجية، وانتهينا من الفصل الثاني مفاهيم التكلفة المختلفة في اتخاذ القرارات، وأيضا انتهينا من الفصل الثالث دور التكاليف المستهدفة في قرارات التسعير. ويتبقى لينا الفصل الرابع وده هندرسه دلوقتي، اللي هو أسلوب التكلفة على أساس الأنشطة لترشيد القرارات. وثم في المحاضرة القادمة هيكون الفصل الخامس مقياس الأداء المتوازن. بالنسبة لنظم قياس التكاليف المنتج أو الخدمة بنقسمها لمجموعتين، مجموعة نظم قياس تقليدية ودي معظم الشركات بتطبقها لغاية دلوقتي، وفي مجموعة نظم حديثة ودي هنستعين بيها في أحدث الأساليب اللي هو نظام التكاليف على أساس الأنشطة اللي هو الإي بي سي، وده هندرسه النهاردة. طبعا أي نظام للتكاليف بيعتمد في تحقيق أهدافه على إن هو لازم يحقق القياس، الرقابة، مساعدة الإدارة في التخطيط واتخاذ القرارات. بالنسبة للنظام المدخل التكاليف التقليدي أو النظم التقليدية، ده بتكون قائمة على أساس الحجم بنسميها volume based costing، وده بتواجه مشكلات كتيرة في توزيع أو تخصيص التكاليف الغير مباشرة على المنتجات بشكل يؤدي إلى عدم دقة في قياس تكلفة المنتج. علشان كده ظهرت أساليب حديثة، منها على سبيل المثال Activity Based Costing. يبقى المدخل التقليدي بيعتمد على الفوليوم، عشان كده بنقول عليه Volume Based Costing، بيعتمد على الحجم. أما الأساليب الأسلوب الحديث بيعتمد على الأنشطة، عشان كده بنسميه Activity Based Costing، واختصارا ليه بنقول ABC، أول حرف من كل كلمة. وقبل ما ندرس الأسلوب الحديث على أساس الأنشطة، نبدأ الأول نعرض الانتقادات الموجهة للمدخل التقليدي في القياس. أول انتقاد إن الطرق التقليدية السابقة بتعتمد على في تخصيص التكاليف غير مباشرة على أساس واحد لتحميل هذه التكاليف، وفي الغالب الشركة بتعتمد إن هو يكون ساعات العمل المباشر أو تكلفة العمل المباشر. ودوت طبعا في افتراض ممكن يكون يفتقر إلى الدقة، إن ممكن بعض بنود التكاليف ما يكونش ليها فيها علاقة سببية بينها وبين أساس التحميل، فلازم يكون في علاقة ارتباط واضحة بين أساس التحميل المستخدم وبين بند التكلفة اللي انت بتوزعه، مما يؤدي إلى أن أنا باصل لمخرجات ما تكونش إيه على درجة كافية من الدقة. وده القانون اللي كنا بنعتمد عليه، معدل تحميل التكاليف غير المباشرة بياخد إجمالي التكاليف غير المباشرة as a total رقم واحد، ويقسمه على أساس التحميل اللي شايفه أنه هو مناسب وسهل الحصول على بياناته من الشركة، اللي هو ساعات العمل المباشر، أو ممكن ساعات يقسمها على تكلفة العمل المباشر. الانتقاد الثاني انخفاض نسبة التكاليف المباشرة اللي هي تكلفة العمل المباشر بصفة خاصة بسبب زيادة درجة الآلية والتقنيات الحديثة في الإنتاج، وده طبعا هيؤدي إلى أننا ممكن يبقى التكاليف غير المباشرة هي الأكبر ومشاكلها هتواجه الشركة بشكل أوضح، وده راجع للشكل ده ممكن يوصل لنا الفكرة. يعني في السبعينيات كان نسبة والتناسب بين حجم التكاليف غير المباشرة مقارب للتكاليف المباشرة، أما في الوقت الحالي ومع كل تقدم تكنولوجي ومع التوسع في طرق الإنتاج بقى في تغير في هيكل تكاليف الإنتاج، بحيث أن بقى التكاليف غير مباشرة تصل إلى 80% على حساب انخفاض التكاليف المباشرة. طب وإيه المشكلة أن ممكن التكاليف غير مباشرة هي اللي يكون حجمها تزايد؟ طبعا التكاليف غير مباشرة دي مشاكلها واضحة ومعروفة، يعني أي منتج وأنا بحمله بحجم التكاليف لما بيكون الجزء المباشر منه ما بنواجهش فيه أي مشكلة، وبنقدر ان احنا نحدد بكل دقة وبكل عدالة توزيع التكاليف المباشرة على كل منتج. اما التكاليف غير مباشرة ظهور الدراسات المتتالية في انها تدور على اسلوب احدث ان عشان نواجه بيها مشكلة توزيع التكاليف غير مباشرة على المنتجات. المشكلة الاولانية مفيش ارتباط واضح بين التكاليف غير مباشرة اللي بتنفق على مستوى المنشأة وبين وحدات المنتج النهائي، هي اساسا تعريف التكاليف غير المباشرة ان هي يصعب ربطها بوحدة المنتج، وبالتالي دايما هيبقى بتتوزع بشكل تقديري وما بيبقاش فيها دقة في توزيع التكاليف. المشكلة الثانية اختلاف سلوك التكاليف الصناعية غير المباشرة، يعني التكاليف الصناعية غير المباشرة دي قد يكون منها جزء متغير وجزء ثابت، وكمان ممكن تبقى فيه بعض التكاليف المختلطة، وده بيؤدي لان انا ممكن اتعامل مع التغير في سلوك التكاليف حسب حجم النشاط فبتختلف، ما ينفعش ان انا اعتبر ان كل سلوك التكاليف الصناعية غير مباشرة كلها متغيرة او كلها ثابتة. الحاجة الثالثة
في حالة تعدد المنتجات، يعني لو المنشأة بتقوم بتقديم كذا منتج هيكون في حالة عدم تجانس بين هذه المنتجات، فبالتالي يصعب تحديد نصيب كل منتج من هذه التكاليف. إذن لابد من وجود منهجية جديدة تساعد في توزيع التكاليف الغير مباشرة، والمفروض اللي هو اللي احنا هنتبعها ونطبقها النهاردة هو اسمه محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة أو الـ ABC. نظام التكاليف على أساس الأنشطة هو طبعا المحاسبة الإدارية خلال الثمانينات ركزت بشكل كبير وواضح على أهمية استخدام محاسبة التكاليف على أساس النشاط، وده اعتبرته ان هو مدخل أساسي في تحسين المحاسبة عن التكاليف، بالذات ان هي البيئة بقت أكثر حدة في التنافس ومتغيرات اللي بتواجهها الشركة كتير في تعدد طرق الإنتاج أو تعدد المنتجات اللي بتنتجها. النظام بتاع الاي بي سي دوت المفروض ان هو بيمتد كمان لما يعرف بحاجه اسمها الاداره على اساس الانشطه، اسمها اكتيفيتي بيزد مانجمنت، وده بالنسبه لنا بيكون مرتبط بان انا احدد موارد المنشاه والانشطه المختلفه اللي بتقوم باستهلاكها. تبقى الفلسفه الاساسيه للنظام ده هو عباره عن ايه، ان انا الهدف منها احدد مستوى متميز من الدقه، وانه بيعتمد على ان احنا ننسب التكاليف الى انشطه معينه ثم يعاد تحميل تكاليف هذه الانشطه على كافه المنتجات. ففيها ليها افتراض أو فكرة أساسية اللي هي بين القوسين دي، الأنشطة تستخدم موارد متاحة في حين أن المنتجات تستهلك تلك الأنشطة. طبعا للوهلة الأولى بيبقى دايما المقولة ديت صعبة الفهم، لكن ممكن احنا نفسرها بالشكل ده، ممكن نفسر الجملة بالشكل ده، يعني السطر الأولاني الأنشطة تستهلك الموارد والمنتجات في السطر الثاني تستهلك الأنشطة. طيب لو تلاحظ المدخل التقليدي كان بيعتمد على إيه؟ كان بيقول إن المنشأة عندها مجموعة من الموارد، خلينا في كلمة الموارد الأول، والموارد دي هتبدأ تستهلك بواسطة منتجات، يبقى أنا عندي مواد وأجور ومجموعة خدمات بتقدمها الشركة، كل العناصر دي هي بتستخدمها المنتجات، وفي الآخر تقولي المنتج خد قد إيه مواد، خد قد إيه أجور وهكذا. أما في ظل النظام الـ ABC فبدأ يحط لو تلاحظ في السطرين دول كلمة الأنشطة متكررة، يبقى هيقسم الشركة الأول لمجموعة من الأنشطة، كل نشاط يستهلك جزء من الموارد، يعني عندنا نشاط من أول بدء التفكير في فكرة المنتج، ثم يعني ده مثلا نشاط اسمه بحث وتطوير، وبعدين في بعد كده أنك بتبدأ تعمل لي مفاوضات مع المورد، وبعدين بعد كده النشاط اللي بعديه تبقى نشاط هتشتري، يبقى نشاط المشتريات، وبعدين ممكن النشاط اللي بعد كده هتبقى فيه الاستلام والمناولة، وبعدين فيه بعد كده التصنيع، وبعدين ممكن وهكذا لغاية ما توصل لما ما بعد البيع. يبقى أنت هتبدأ تتدرج في المنشأة بكافة التفاصيل اللي بتمر بيها من بدء التفكير في فكرة المنتج لحين توزيعه على في السوق على العملاء، وكمان متابعة ما بعد البيع. كل نشاط من دول هتتبع الموارد اللي بيستهلكها، يبقى أول سطر الأنشطة تستهلك موارد. طيب وبعد كده هنبدأ نقول بقى طب هو المنتج ده استهلك قد إيه من الأنشطة، يعني معناها أنه خلى الأنشطة ده وسيط يحمل الأول معاها حجم الاستهلاك من الموارد، ثم بعد كده حجم الموارد اللي استهلكت في شكل أنشطة تبدأ يتم تحميلها على كل منتج. لو حاولنا نشيل كلمة الأنشطة المتكررة في السلايد اللي قدام حضرتك هيتبقى المدخل التقليدي اللي هي الموارد بتتوزع على عدد من المنتجات. يبقى هو الهدف من المدخل الحديث اللي هو الاي بي سي انه هيوسط كلمه اسمها الانشطه، هي عباره عن تقسيم الشركه واعاده هيكلتها لعدد من الانشطه التفصيليه، بحيث كل نشاط يتم تحديد تكلفته من الموارد اللي بيستخدمها، اصبح كل نشاط محمل بجزء من الموارد، يرجع تاني يعاد النشاط بتكلفته على كل منتج، وبالتالي انت بتتبع تكلفه الموارد اللي كانت بتتوزع بشكل كلي بتتبعها بشكل تفصيلي على مستوى كل نشاط. دي بتساعد المنشأة إنها تبدأ تقلل تكاليفها، تشوف الإسراف في أي جزء من الأنشطة، يا إما تلغي نشاط يا إما تدمجه مع نشاط آخر، فكل دوت بيصل بيك في الآخر إن المنتج بيتحمل بالجزء الدقيق من التكلفة الخاص بيه. خطوات تطبيق نظام الـ ABC احنا هنقراها دلوقتي بشكل مبدئي، وبعد حل التمرين لما هترجع تقرا الخطوات دي هتبقى اتفهمت بشكل واضح. الخطوه الاولانيه تحديد كل التكاليف المباشره سواء كانت مواد مباشره او اجور مباشره لكل منتج، والخطوه دي ما بيكونش فيها اي مشكله في خطوات النظام ده. الخطوه الثانيه تجميع التكاليف غير مباشره سواء كانت انتاجيه او تسويقيه او اداريه.
الخطوة الثالثة تحديد الأنشطة ومن أمثلتها الشراء، التخزين، التصنيع، الرقابة على الجودة، الإصلاح والصيانة وهكذا. الخطوة الرابعة تحديد ما يطلق عليه بمسبب التكلفة لكل نشاط، وده هو العامل اللي بيسبب التكاليف الناتجة عن نشاط معين. يعني ده هيبقى بالنسبة لنا هو أساس التحميل، بدل ما احنا مثبتين ويبقى ساعات عمل مباشر زي المدخل التقليدي، هيبقى أسس مختلفة حسب كل نشاط اللي هو بيأثر فيه. خمسة، تحديد معدل التحميل لكل نشاط. ستة، تخصيص التكاليف الخاصة بالأنشطة على المنتجات. هنحاول نحل الأول، ندي الأمثلة لمسببات التكلفة ونحل تمرين ونرجع نعيد قراءة خطوات تطبيق النظام، هتلاقيها أصبحت أكثر سهولة. دي أمثلة لمسببات التكلفة. يعني لو افترضنا مثلا دي أمثلة من الأنشطة اللي داخل الشركة، ففيها شراء المواد، استلام المواد، تشغيل الآلات، صيانة الآلات، رقابة الجودة، إعداد وتجهيز الآلات. ودي أمثلة منها، يعني في بتبقى الشركة متقسمة لعدد من الأنشطة أكتر من كده طبعا. بص بقى على مسبب التكلفة، كان ممكن ان انا اروح قايل عدد ساعات العمل زي ما احنا كنا قايلين في المدخل التقليدي. هنا بقى نقطة الاختلاف بين المدخل التقليدي ومدخل الاي بي سي، فهو هنا بيقول ان كل نشاط من دول ليه مسبب تكلفة هو اللي بيأثر في زيادة تكلفته او انخفاضها. فمثلا شراء المواد، هل بيأثر في عدد ساعات العمل اكتر ولا كم مرة اشتريت؟ فلا طبعا كم مرة اشتريت، يعني ممكن قوي طول النهار انا اشتريت مرة واحدة واشتغلت من اول النهار لاخره، لكن اشتريت مرة واحدة. فعدد الساعات مش مرتبطة قوي ان تكلفة شراء المواد تزيد. النشاط الخاص بشراء المواد تكلفته هتزيد كل ما اشتري، مش كل ما انا قاعد على المكتب. وبالتالي انا بدور على مسبب التكلفة اللي بيأثر في تكلفة النشاط بالزيادة او النقصان، فبدور على المسبب المناسب وتبدأ الشركة تقترحه ان هو دوت العامل المسبب التكلفة المناسب. مثلا استلام المواد، هيكون مناسب ليها عدد ساعات العمل في شكلها التقليدي ولا كم مرة تم فيها توريد المواد؟ مثلا صيانة الآلات، كم ساعة اشتغلناها ولا كم مرة تمت صيانة الآلة؟ مثلا رقابة الجودة، كم ساعة اشتغلتها ولا كم مرة فحص للمنتج؟ وهكذا. يبقى احنا بنختار مسبب التكلفة اللي هو بيأثر في زيادة النشاط، وبالتالي بيكون هو ده المسبب التكلفة المناسب والذي يمكن الاعتماد عليه في حساب معدل التحميل. دلوقتي هنحاول نحل تمرين سوا على ازاي ان انا استخدم نظام التكاليف على اساس الأنشطة. فيما يلي التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل نشاط في شركة الياسمين الصناعية، حيث بلغ حجم الإنتاج من المنتج ألف 10,000 وحدة ومن المنتج ب 4,000 وحدة، بينما تحتاج الوحدة من المنتج ألف 3 ساعات تشغيل آلات، أما المنتج ب 5 ساعات تشغيل آلات. ومديك عدد من الأنشطة بيفترض فيها أن الشركة متقسمة 4: فحص الجودة، تجهيز وتشغيل الآلات، تكلفة العمل غير المباشر، استلام العمل. كل نشاط منهم اتبع وعرف التكاليف الغير مباشرة الخاصة به ومسبب التكلفة اللي بيأثر فيه. المطلوب تحت تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة وفقا للأنشطة على هذين المنتجين، ومساعدة إدارة الشركة في تحديد المنتج الأقل تكلفة. دلوقتي احنا عندنا الرقم اللي بالأحمر اللي هو 250,000، ده إجمالي التكاليف الصناعية غير مباشرة على مستوى الشركة ككل. لو كنا وفقا للمدخل التقليدي، هنجيب تمرين دلوقتي ازاي نمشي كمان مدخل تقليدي معاه، لكن الأول نطبق الاي بي سي لوحده. فلو كنا وفقا للمدخل التقليدي كان بدأ ياخد 250,000 كاملة ويبدأ يقسمها على عدد ساعات العمل المباشر ويطلع معدل تحميل يشتغل بيه. أما وفقا لنظام الاي بي سي، هيبدأ يبقى الشركة متقسمة عدد من الأنشطة وتتبع التكاليف الغير مباشرة لكل نشاط. يبقى فحص الجودة تكلفته 30,000، تجهيز وتشغيل الآلات تكلفته 150,000، وهكذا. يبقى كده وزع التكاليف غير مباشرة على عدد من الأنشطة. كمان بدأ يدور على مسبب للتكلفة أو اللي هو المقام اللي كنا بنقسمه في معدل التحميل يكون بخلاف ساعات العمل المباشر، مش شرط يكون هو ده، يعني ممكن يكون منهم وممكن يبقى حاجة تانية. فبدأ يتبع كل نشاط مين المسبب اللي يكون بيأثر فيه. فمثلا فحص الجودة، وجد أن عدد مرات الفحص هو دوت العامل المسبب لهذا النشاط. مثلا ساعات تشغيل الآلات هو ده المسبب لهذا النشاط، وهكذا.
يعني مثلا ساعات عدد مرات الاستلام هيكون أكثرهم تأثيرا في نشاط اسمه استلام المواد. هنبدأ نحل سواء التمرين وفقا لنظام الـ ABC. طيب السؤال ممكن يتبادر لذهنك، مين اللي بيحدد مسبب التكلفة؟ ده طبعا وفقا لخبرة المنشأة، وممكن يختلف من منشأة طبعا للتانية، مفيش حاجة ثابتة. وبالنسبة لك انت في الامتحان ممكن يا اما اجيب مسبب تكلفة واضح خاص بكل نشاط، يا اما بديك امثلة من مسببات تكلفة كتير وانت تشوف اقربهم لكل نشاط منهم. فهتقولي ممكن يكون في اتنين مسبب لايقين على نشاط واحد، يكونوا لايقين مش يبقى اي حاجه بنحطها مع النشاط، وبنفترض ان الاجابه ممكن للاتنين ممكن تكون صح. اما لو كان بعيد عن ان هو يكون بيؤثر في النشاط فده طبعا تبقى الاجابه تبقى مش سليمه. اول خطوه في الحل نحسب معدلات التحميل للتكاليف الصناعيه غير مباشره او الاضافيه. واضح من الجدول اللي احنا عاملينه، هنقسمه اول خانه لعدد الانشطه حسب ما وردت في التمرين، وده اللي بيفترض فيها في التمرين ان دول الانشطه اللي اتقسمت ليها الشركه. العمود الثاني التكاليف الاضافيه اللي هي المصاحبه لكل نشاط، معدلات التحميل، واخر خانه قيمه معدل التحميل. طيب فحص الجوده اول نشاط هيبقى التكاليف الاضافيه الخاصه بيه 30,000، نكتب 30,000. معدل التحميل الخاص بيه هيبقى المفروض ان انا باخد ال 30,000 اللي هي التكاليف الاضافيه اللي هي مصاحبه لهذا النشاط، نقسمها على مجموع مسبب التكلفه الخاص بيه. مسبب التكلفه الخاص بيه هو عدد مرات الفحص على نفس السطر اللي في التمرين. كان قايل لك ان المنتج الف 2000 والمنتج ب 4000، يبقى مجموعهم هي مجموع كميه مسببات التكلفه. يبقى المفروض معدل التحميل بتاعهم هيبقى التكاليف الاضافيه على مجموع مسببات التكلفه، يبقى 30,000 على 6000. طيب عدد مرات الفحص هي المسبب التكلفة، وبالتالي تبقى لازم هو دوت اللي هنسمي بيه معدل التحميل، يبقى 5 جنيه لكل مرة فحص. يبقى كمان مرة 6000 اللي احنا قسمنا عليهم هما مجموع مسببات التكلفة، ومسبب التكلفة اللي كان مناسب لنشاط اسمه فحص الجودة كان اسمهم عدد مرات الفحص. يبقى لما تيجي تحسب قيمة معدل التحميل يبقى لازم بعد السلاش اللي حضرتك كاتبها تبقى لكل مرة فحص حسب اسم مسبب التكلفة. طيب النشاط الثاني اسمه تجهيز وتشغيل الآلات، التكلفة الإضافية اللي احنا جايبينها من التمرين 150,000، تقسمها على مجموع مسببات التكلفة المصاحبة ليه، وكان مسبب التكلفة المناسب لهذا النشاط هو عدد ساعات تشغيل الآلات، مجموعهم كام؟ 30,000 و20,000 في كل منتج، يبقى على 50,000، يبقى 150,000 على 50,000. النتيجة اللي هتطلع لي هتبقى 3 جنيه لكل حسب التمييز بتاع مسبب التكلفة لكل ساعة تشغيل آلي، يبقى 3 جنيه لكل ساعة تشغيل آلي. النشاط اللي بعده تكلفة العمل غير المباشر، تكلفته كانت 60,000، مسبب التكلفة المناسب ليه عدد ساعات العمل، كان في 30,000 في المنتج ألف و 30,000 في المنتج ب، نجمعهم سوا يبقى 60,000 على 60,000، يطلع جنيه لكل ساعة عمل. النشاط الرابع بالمثل، التكلفة الخاصة بيه كانت 10,000، هتقسمها على مسبب التكلفة كان مناسب ليها مسبب التكلفة عدد مرات الاستلام، 10 في المنتج ألف و 40 في المنتج ب، يبقى هنقسم على 50، يبقى 10,000 على 50، يبقى هيطلع 200 جنيه لكل مرة استلام. طيب السؤال هنا الأول، مين اللي بيحدد مسبب التكلفة؟ هل بيجيلي متحدد في التمرين؟ كمان مرة بعيد لك، ممكن يجي محدد زي التمرين ده، يبقى كل نشاط قدامه مسبب التكلفة الخاص بيه، وممكن يجيب لك مسببات تكلفة متنوعة أو مختلفة وحضرتك بتنقي المناسب لكل نشاط. أحيانا بيبقى فيه اتنين مسبب تكلفة مناسبين، هتختار من وجهة نظرك الأفضل منهم، وطبعا احنا بنبقى حاطين موديل أنسر لايق على الإجابتين، لكن لما يكون مسبب آخر انت شايف انه مناسب وهو ملوش علاقة خالص بالنشاط ساعتها تبقى إجابتك غلط. يبقى بحلك للتمرين اللي احنا بنحله، وفي تمرين تاني هنحله بتستقي أمثلة مسببات التكلفة اللي لايقة على الأنشطة. برضو لو قريت في أي كتب أو أي ريفرنس أو أي كتب من اللي احنا اديتها لك عشان ترجع لها، هتلاقي أمثلة كتير من مسببات التكلفة اللي لايقة على الأنشطة. فدوت بالخبرة كده أو بحلك الكتير هتبدأ تستكشف إيه هي المسببات المناسبة للأنشطة. وفي الغالب يبقى المسبب اسمه لايق على اسم النشاط، لأن هو لازم يكون عامل مؤثر في تكلفته، فهو مبقاش بعيد قوي عن المسمى الخاص بيه. في الاخر جمع عمود التكاليف الاضافيه
هيبقى المفروض 250,000 هو الرقم اللي هو عبارة عن إجمالي التكاليف الإضافية غير المباشرة أو الإضافية على مستوى المنشأة. دي الصفحة اللي هي فيها خاصة بالتعليق على الحل، ودي بتبقى إجباري لحضرتك ترفقها بحلك في الامتحان. مينفعش بنكتب على طول في الجدول نتائج حلك، لازم نعرف الأول أنت مشيت إزاي. فبندي دايما من الأنشطة بعض الأمثلة من حلك، تكتب كده معدل تحميل وتاخد أحد الأنشطة اللي هو مثلا وليكن فحص الجودة، هيبقى إجمالي تكاليف النشاط نفسه على مجموعة مسببات خاصة بالمنتجين هيبقى 30,000، وتروح قسمها على مجموع المسببات اللي هي 2000 زائد 4,000، فيطلع أول واحد اللي هي 5 جنيه لكل مرة فحص. وادي معدل التحميل للنشاط الثاني، يبقى على الأقل لو كانوا هم 4 أنشطة بتاخد تعليق على الحل بالنسبة لنشاطين منهم وتكتب، وهكذا. لكن مينفعش نحط الرقم مرة واحدة، يبقى موجود في الجدول. الخطوة الثانية تحديد تكاليف غير مباشرة لكل وحدة منتج باستخدام معدلات التحميل اللي اتحسبت في الخطوة الأولى. فنبدأ ناخد مثلا النشاط الأولاني اللي هو المفروض النشاط فحص الجودة، هتاخد معدل التحميل وتبص على الجدول اللي هو معطى عندك في بيانات التمرين. فكان بيقولك في قدام نشاط فحص الجودة المنتج الأول كان مسبب التكلفة الأولاني فيه كم مرة فحص حصلت واستخدمها المنتج ألف، كانوا 2000 مرة، وكم مرة في مسبب التكلفة أو كم مرة فحص تمت للمنتج ب كان 4,000 مرة فحص. فهناخد معدل التحميل مرة نضربه في 2000 ومرة نضربه في 4,000، وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على ان احنا وزعنا تكلفة 30,000 تكلفة نشاط الفحص اتقسمت على كل من المنتج ألف ومنتج ب. ده مثال للنشاط الأولاني، ونبدأ نحط الحل الخاص بيها. ناخد كده النشاط الأول اللي هو فحص الجودة، هيبقى معدل التحميل اللي كان خاص بيه 5، يبقى لو تلاحظ 5 مكتوبة في المنتج ألف والمنتج ب، مرة هتضربه في مسبب التكلفة عدد مرات الفحص الخاصة بالمنتج ألف اللي هم 2000، ومرة تضربه في 4,000 اللي هي كم مرة فحص فرضت على المنتج ب اللي هي 4,000. طب إذا يبقى 10,000 في المنتج ألف، 20,000 في المنتج ب، مجموعهم هم إجمالي تكلفة نشاط فحص الجودة اللي هي 30,000. طيب تعالى في النشاط الثاني اللي هي تجهيز وتشغيل الآلات، كان معدل التحميل اللي اتحسب في الخطوة اللي فاتت كان 3، مرة تضربه في 30,000 اللي هي مرتبطة بكم ساعة تشغيل في المنتج ألف، ومرة تضربه في 20,000 اللي هم ساعات التشغيل المرتبطة بالمنتج ب، يبقى 3 في 30,000 في المنتج ألف وتلاتة في 20,000 في المنتج ب. طيب يبقى مجموع 90,000 زائد 60,000 هو إجمالي تكلفة النشاط الخاص بتجهيز وتشغيل الآلات اللي هو 150,000 جنيه، وهكذا لنشاط تكلفة العمل الغير مباشر وبرضو نشاط استلام المواد. ويبقى إجمالي التكاليف غير مباشرة 132,000 تخص المنتج ألف و118,000 تخص المنتج ب، وطبعا لازم يكون مجموعهم هو إجمالي التكاليف غير المباشرة على مستوى المنشأة ككل اللي هو 250,000. بعد كده عشان نحسب التكلفة غير مباشرة للوحدة، هتقسم التكاليف الغير مباشرة على عدد الوحدات الخاصة بكل منتج. فكان أصل التمرين بيقولك إن أنا بنتج 10,000 وحدة من المنتج ألف، يبقى 132,000 على 10,000 يديك التكلفة غير المباشرة لوحدة المنتج ألف. ونفس القصة في المنتج ب، هيبقى 118,000 على 4,000 وحدة، فهيبقى 29.5 تكلفة غير مباشرة للوحدة من المنتج ب. لازم برضو التعليق على الحل زي ما اتفقنا. لو عايزين نحسب الأول تكاليف غير مباشرة لكل نشاط، هناخد برضو نشاطين على سبيل المثال، تكلفة فحص الجودة والتكلفة بالنسبة للمنتج ألف والمنتج ب. إذن بتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط بيتضح أن المنتج ب أقل تكلفة من المنتج. التمرين الثاني، بتنتج شركة الإسراء المنتجين ألف وب، حيث تستخدم نفس المعدات في إنتاج كل منهما، والمطلوب تحديد وحساب تكلفة إنتاج الواحدة من المنتجين وفقا لكل من المدخل التقليدي، وهيستخدم فيها معدل أساس التحميل بتاعه اللي هو ساعات العامل المباشر، وبرضو عايز يحل التمرين ده وفقا لمدخل التكلفة على أساس الأنشطة. ومديك بيانات، طبعا بيانات اللي هي خاصة بالمنتجين، هيبقى عندك فيه 2 سلايدز. السلايد الأولانية
مديك فيها عدد الوحدات المنتجة كام لكل منتج، تكلفة المواد المباشرة للوحدة كام لكل منتج، تكلفة الأجور المباشرة للوحدة برضو كام لكل منتج، وفي الآخر عدد ساعات العمل المباشرة للوحدة من كل منتج. إنه بدأ يقول لك إن كأن الشركة دي متقسمة عدد من الأنشطة، وده طبعا علشان لو هنطبق نظام الـ ABC لازم يكون فيه تكاليف لكل نشاط. فيبقى عندي فيه كأن الشركة متقسمة لخمس أنشطة: تجهيز الآلات، رقابة الجودة، جدولة الإنتاج، تشغيل الآلات، استلام المواد، وتتبع فيها التكاليف غير مباشرة الخاصة بكل نشاط، ومسبب التكلفة المناسب لكل نشاط برضو مساعدك إنه محدده، وكان محدده وفقا لكل منتج كمان بيستخدم قد ايه من النشاط الاول او الثاني لغايه الخامس. اما الرقم اللي بالاحمر اللي في الاخر 875,000 هو اجمالي التكاليف غير مباشره على مستوى المنشاه ككل. يبقى لو هتبع المدخل التقليدي يبقى هيعتمد على 875,000 مره واحده كرقم توتال، ويعتمد يدور على عدد ساعات العمل المباشر في التمرين، ويبقى معدل تحميل مره واحده على مستوى المنشاه. اما بالنسبه لو بطبق الاي بي سي يبقى هعمل معدلات تحميل خاصه بكل نشاط، على اعتبار اني اقسم تكلفه كل نشاط على مجموع المسببات المناسبه ليه، وهكذا بالنسبه لبقيه الانشطه كلها. نبدا نحل سوا خطوات المقارنه بين المدخل التقليدي ومدخل الاي بي سي على بيانات التمرين ده. وفقا للمدخل التقليدي هيتطبق الأول القانون معدل تحميل التكاليف غير المباشرة. هناخد إجمالي التكاليف غير المباشرة على مستوى المنشأة ككل، نقسمها على أساس التحميل المناسب اللي هو قاله في رأس التمرين اللي هو ساعات العمل المباشر واللي هو المفروض أكثرهم شيوعا. إجمالي التكاليف غير المباشرة كان 875,000، ودوت إجمالي التكاليف أو الأعباء الإضافية الخاصة بالمنشأة ككل. وبعدين نقسمها المفروض على ساعات العمل المباشر. فتبص في الجدول اللي فيه بيانات التمرين هيقول لك ساعات العمل المباشر بس للوحدة 4 ساعات للوحدة، يبقى للمنتج ألف 4 في عدد وحداته يبقى 4 في 2500 زائد الـ4 ساعات بتوع المنتج به برضو كانوا للوحدة، فهيبقى 4 في 10,000، يبقى معدل التحميل هيطلع 17.5 جنيه لكل ساعة عمل مباشر. أي أنه وفقا للمدخل التقليدي عند حساب معدل التحميل بيتم الاعتماد على أن كل منتج بيستخدم نفس القدر من عدد ساعات العمل المباشر، وده طبعا كان ايه احد الانتقادات اللي وجهناها للمدخل التقليدي، انه بيفترض حساب معدل تحميل وحيد، وبالتالي بيكون في عدم عدالة في توزيع التكاليف غير مباشرة لكل منتج. اذا تكلفة انتاج الوحدة هيبقى عبارة هنجمع فيها المواد المباشرة زائد اجور مباشرة زائد صناعية غير مباشرة، وعلشان هو هنا بالنسبة لنا كان طالبها للوحدة يبقى هنا المطلوب بتاعك كان للوحدة، فهنحسبها وفقا للوحدة. لكن لو كان بيقول قارن بين إجمالي تكاليف الإنتاج لكل منتج يبقى كان لازم تكلفة الوحدة ديت لازم تكون مضروبة في عدد الوحدات عشان تقارن إجمالي تكاليف إنتاج وفقا لكل منتج. مواد المباشرة عندك معطى اللي هي 45 في المنتج ألف و 35 للمنتج ب. الأجور المباشرة للوحدة برضو معطى اللي هي 10 للمنتج ألف و 10 للمنتج ب. اما التكاليف الصناعيه غير المباشره المحمله دي اللي انت هتبدا تستخدم فيها معدل التحميل فهيبقى 17.5 في 4 ساعات عمل، فهتبقى 70 جنيه للمنتج الف 70 جنيه للمنتج ب. لاحظت طبعا ان هو الرقم اللي هي حمل بيه التكاليف الصناعيه غير المباشره كان متساوي حسب المنتجين الف وب، بصرف النظر ان المنتج الف عدد الوحدات المنتجه منه 2500 اما المنتج ب 10,000 وحده. وبالتالي كان يبقى التعليق ان وفقا للمدخل التقليدي تطلب كل من المنتجين ألف وب نفس عدد ساعات العمل المباشر اللي هو 4 ساعات كما حمل بنفس معدل التحميل اللي هو 17.5، مما نتج عنه تخصيص نفس مبلغ التكاليف الصناعية المباشرة اللي هو 70 جنيه لكل واحدة. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه عدم الدقة في قياس التكاليف او عدم العدالة في توزيعها على المنتجات. أما بالنسبة لتطبيق مدخل التكلفة على أساس الأنشطة على بيانات التمرين، خطوات بتاعتنا أول واحدة هنحسب معدل التحميل لتكاليف غير مباشرة لكل نشاط، وبعدين نحدد التكاليف غير مباشرة حسب معدلات التحميل المختلفة، وآخر حاجة نحدد تكلفة إنتاج الوحدة من كل منتج. ده باختصار. أما عن تطبيق مدخل الـ ABC هيبقى الخطوة الأولانية هنحسب معدل التحميل لكل نشاط،
هناخد من التمرين الأول التكلفة الإضافية الخاصة بالنشاط ونقسمها على مجموع المسببات الخاصة بالنشاط ده، فنحسب معدل التحميل. التكلفة الإضافية لتجهيز الآلات كانت 230,000. مجموع المسببات الخاصة بيها كان مسبب التكلفة المناسب للنشاط ده عدد مرات التجهيز 8,000 في المنتج ألف، وأنا كده ببص في الجدول اللي فيه بيانات التمرين عندك، 2,000 في المنتج ب، هيبقى مجموع المسببات 10,000، يبقى التكلفة 230,000 على 10,000، يبقى قيمة معدل التحميل 23 لكل مرة التجهيز. وما ننساش بعد السلاش أو الشرطة المايلة دي نكتب التمييز الخاص بمعدل التحميل، فلو بنقسم على عدد مرات تجهيز يبقى نقول لكل مرة تجهيز وهكذا. رقابة الجودة كانت تكلفتها 160,000، هنقسمها على مسبب الخاص بيه، مسببه كان عدد مرات الفحص، نقسم على مجموع مرات الفحص لكل المنتجين، يبقى 10,000 و6,000، يبقى نقسم على 16,000، يبقى هيطلع 10 جنيه لكل مرة فحص. احنا قسمنا على عدد مرات الفحص يبقى لكل مرة فحص. جدولة الانتاج تكلفتها 81,000، هنقسمها على عدد مرات الانتاج لكل منتج ألف وب، يبقى على 400 زائد 800 يبقى على 1200، فهيطلع 67.5 جنيه لكل أمر إنتاج. تشغيل الآلات تكلفته 314,000، هنقسمها على عدد ساعات تشغيل الآلات لكل من منتج ألف وب، يعني هنقسمها على 24,000 زائد 56,000، هنقسمها على 80,000، هيطلع معدل التحميل 3.9 جنيه لكل ساعة، لكل ساعة تشغيل عمل آلي. استلام المواد كانت تكلفته 90,000، هنقسمها على مجموع المسببات اللي هي 300 في المنتج ألف و1200 في المنتج ب، يبقى على 1500، هيطلع معدل التحميل 60 جنيه لكل مرة استلام أو كل مرة توريد هي. وفي الآخر نتأكد أن مجموع التكاليف الإضافية لعدد الأنشطة بالكامل يساوي إجمالي التكاليف غير مباشرة على مستوى المنشأة ككل اللي هو 875,000. خطوة التانية هنبدأ نحسب التكاليف غير مباشرة لكل منتج، لكل وحدة من كل منتج. طيب أنا عندي عدد الأنشطة هم 5، يبقى أول نشاط اللي هو تجهيز الآلات هناخد معدل التحميل الخاص بيه كان 23، ونبص في مسببات التكلفة لكل نشاط. فالنشاط الأول اللي هو تجهيز الآلات كان مسبب التكلفة فيه عدد مرات التجهيز، بياخد 8,000 في ألف و2,000 في ب، يبقى هنضرب معدل التحميل بتاعك اللي هو 23 مرة في 8,000 ومرة في 2,000، يبقى 184,000 في المنتج ألف و46,000 في المنتج ب، لازم مجموعهم يعادل تكلفة النشاط نفسه. فكان في الأول التكلفة الإضافية الخاصة بنشاط تجهيز الآلات معطى ليك في التمرين 230,000، يبقى أنت وفقا للنظام الاي بي سي قسمت ال 230,000 حسب كل ايه منتج، حسب التقسيم العادل لاستهلاك المنتج من النشاط. ناخد نفس الفكرة في النشاط التاني، رقابة الجودة. رقابة الجودة كان مسبب التكلفة بتاعها عدد مرات الفحص 10,000 للمنتج ألف و6,000 للمنتج ب، نضرب فيها معدل التحميل، يبقى 10 في 10,000 و10 في 6,000، ولازم مجموعهم يعادل تكلفة النشاط نفسه اللي هي 160,000. جدولة الإنتاج مسبب التكلفة هو عدد مرات الإنتاج اللي هو 400 و800، يبقى برضو نضرب معدل التحميل مرة في 400 ومرة في 800، ويبقى 27,000 الخاصة بالمنتج ألف زائد 54,000 الخاصة بالمنتج ب يساوي إجمالي تكلفة النشاط نفسه اللي هي 81,000. النشاط الثالث تشغيل الآلات، مسبب التكلفة هو ساعات تشغيل الآلات 24,000 للمنتج ألف و56,000 للمنتج ب، يبقى مرة نضربها في معدل التحميل الأول ومرة نضربها في معدل في بالنسبة للمنتج ب، بس على أن يكون 94,200 الخاصة بالمنتج ألف زائد 219,800 الخاصة بالمنتج ب تساوي إجمالي تكاليف النشاط نفسه. وطبعا أنا كنت عاملة هنا 3,925,000 ليه في معدل التحميل علشان تطلع الرقم كامل لتكلفة النشاط، تطلع 314,000 عشان التقريب يبين لك إن احنا في الآخر طلعنا نفس الرقم، لكن أنت ممكن في الامتحان تخليها الأقرب رقمين 20 فقط مش لازم 3. يعني النشاط الأخير اللي هو استلام المواد 90,000، هيبقى بالنسبة لنا مسبب التكلفة الخاص بيه
مرة 300 للمنتج ألف نضربها في معدل التحميل 60، ومرة 1200 نضربها في نفس معدل التحميل 60، فيبقى 18000 زائد 72000 يبقى يساوي إجمالي تكلفة نشاط استلام المواد. طيب نجمع بقى تكلفة المنتج ألف كلها، هتبقى 423200، وإجمالي تكلفة المنتج ب 451800، ولما تجمعهم لازم يطلع 875000. يبقى الخلاصة اللي احنا وصلنا لها ايه؟ ان كان عندنا في على مستوى الشركة تم انفاق تكاليف غير مباشرة 875000 جنيه. المفروض وفقا للمدخل التقليدي خدنا معدل تحميل بكل اجمالي التكاليف الغير مباشرة اللي هو 875000، وافترضنا ان احنا نقسمها على ساعات العمل المباشر كأساس تحميل شايفينه ان احنا مناسب كشركة، وطلعنا معدل تحميل وحيد قسمنا بيه ال 875000 دي على المنتج ألف والمنتج ب، بحيث ان هي الرقم كان متساوي لان احنا قسمناه وفقا لمعدل تحميل وحيد. اما بالنسبة للاي بي سي فاحنا بصينا على ان احنا لازم نقسم الشركة الى عدد من الانشطة بحيث ان كل نشاط يبقى ليه تكلفة خاصة بيه اتبع بيها الموارد اللي صرفت عليه، وفي النهاية يبقى 875000 اتقسمت على كل من المنتج ألف وب وفقا لاستهلاك الأنشطة من الموارد اللي صرفت عليه. يبقى التكاليف الغير مباشرة للوحدة هيبقى المنتج ألف 423200 نقسمها على عدد الوحدات الخاصة بالنشاط بالمنتج ألف اللي هي كام وحدة، اللي هي على 2500، فيبقى التكلفة غير مباشرة للوحدة تطلع 169.28 جنيه. نفس الحكاية في المنتج ب، 451800 تقسمها على عدد الوحدات للخاصة بالمنتج ب اللي هي 10000، هتطلع 45.18. إذن تحديد تكلفة إنتاج الوحدة وفقا لمدخل الأنشطة هيبقى بالنسبة للمنتج ألف وب، هنمشي بنفس الطريقة عشان نعرف نقارن بالمدخل التقليدي، بالذات إنه بيقول لي قارن بين تكلفة الوحدة ما قاليش إجمالي تكاليف الإنتاج. لو قال إجمالي تكلفة الإنتاج لازم يضرب تكلفة الوحدة في عدد الوحدات، أما في التمرين ده كان طالب المقارنة وفقا لتكلفة الوحدة. المواد المباشرة والأجور المباشرة معطى زي بالظبط المدخل التقليدي، مش هيكون فيها أي تعديل. أما الاختلاف في البند الخاص بتكاليف صناعية غير مباشرة محملة، واضح طبعا إن هي اختلفت من المنتج ألف للمنتج ب، وفي الآخر تكون تكلفة إنتاج الوحدة 224.28 للمنتج ألف و 90.18 للمنتج ب. تم احتساب التكاليف غير مباشرة لكل نشاط، احنا زي ما اتفقنا لازم من كل جدول فيه أنشطة تبدأ تقولي ولو نشاطين تمت المعالجة بتاعتهم ازاي. ادي تكلفة نشاط تجهيز الآلات هيبقى مسبب التكلفة في معدل التحميل حسب المنتج ألف مرة وحسب المنتج ب مرة. تعليق على النتائج ده مهم جدا، لانه في الاخر في نهاية كل تمرين بيبقى المطلوب منه بنتعامل معه لانه كيس ستادي، وفي الاخر بنوصل فيه لقرار او لتحليل علشان نفيد بيه الشركة لو انت كنت مسؤول عن تحليل البيانات وعلاجها. بالنسبة للمنشأة اللي بتتبع المدخل التقليدي هي اتبعت معدل تحميل وحيد هو ساعات العمل، وده افتراض الشركة، وبالتالي حملت المنتج بمبلغ متساوي من التكاليف الغير مباشرة اللي هي 70 جنيه، وذلك بسبب ان كل منهم بيستخدم نفس عدد العمل المباشر اللي هم 4 ساعات عمل لكل وحدة منتج. تعليق التاني انه طبقا لمدخل التكلفة على اساس الانشطة بيتم تخصيص التكاليف غير مباشرة بعدة اسس، وطبعا الاسس بتختلف وفقا حسب مسببات التكلفة المرتبطة بكل نشاط. فالمنتج ألف تم تحميله بمبلغ اكبر من التكاليف غير مباشرة عما حمل به وفقا للمدخل التقليدي. العكس تم بالنسبة للمنتج ب، تم تحميله بمبلغ أقل عما حمل به وفقا للمدخل التقليدي. السبب في الفروق دي هي أن مسببات التكلفة ما توقفتش عن أنها تختار ساعات العمل المباشر بس وتقسم عليه كعامل مؤثر وحيد، بل أن هناك العديد من مسببات التكلفة التي لا ترتبط بحجم الإنتاج لكن لها أمثلة مختلفة، زي مثلا مرات التوريد، مرات الفحص، مرات إعداد الآلات وهكذا. ويبقى في قرار في الآخر، إذن بتطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط بيتضح أن المنتج به أقل تكلفة.
ممكن بقى نعيد تاني خطوات تطبيق نظام الاي بي سي، نوع من انواع المراجعه وتنظيم الافكار بعد ما حلينا التمرين عشان الارقام تبقى اوضح لينا. اول حاجه بنحدد تكاليف المواد المباشره والاجور المباشره لكل منتج او خدمه، وده ممكن يبقى اداء اجماليات. ما بنعملش تكلفه الوحده دي الا لما يكون مطلوب مني المقارنه وفقا لتكلفه الوحده، اما في الغالب المقارنه بين النظم بيبقى وفقا لاجمالي التكاليف. الخطوه الثانيه هنجمع التكاليف غير مباشره سواء كانت انتاجيه او تسويقيه او اداريه. الخطوه الثالثه هنحدد مسبب التكلفه المناسب لكل نشاط، ومسبب التكلفه ده بالنسبه لنا هو وسيله للربط بين تكلفه النشاط والمخرج اللي من النشاط دوت، فهو بيقيس مقدار ما يتم استخدامه من الموارد. وده تعريف اخر ليه علشان برضو ممكن ان انت تبقى عايز تعرف يعني ايه مسبب التكاليف او مسبب التكلفه، هو بيعتبر اساس للتوزيع. إذن مسبب التكلفة هو مرادف لكلمة مقياس للنشاط أو أساس للتوزيع. خطوة الرابعة تحديد الأنشطة، ودي مهمة وفي الغالب بتجيلك متحددة على أساس مفترض إن الشركة قسمتها إلى مجموعة من الأنشطة، فدي بتبقى معطى، لكن لازم تبقى أنت عارف إن هو دوت كونسبت مهم في تطبيق أسلوب التكاليف على أساس الأنشطة. هو عبارة عن مجموعة من المهام وبتستخدم مجموعة من الموارد، لكن مهم يبقى بينهم إيه؟ تناسق. فمن أمثلة الأنشطة لو كل العمليات دي أو المهام دي مرتبطة بحالة الشراء فهيبقى النشاط ده اسمه شراء مواد، لو كلها مرتبطة بعملية الرقابة على الجودة وفحصها فحص المنتج هيبقى كلها النشاط ده اسمه رقابة على الجودة، وهكذا. ثم يتم تتبع التكاليف الخاصة باستخدام الموارد على الأنشطة زي ما احنا كنا بنقول في التمرين، يبقى كل نشاط قدامه التكلفة الخاصة بيه، وده عن طريق مسببات التكلفة اللي اتفقنا عليها. نشوف فين العوامل اللي بتؤثر في ان هو النشاط ده تكلفته بتزيد او لا، اللي هي اسمها مسببات التكلفة. ثم يتم تجميع التكاليف المتأثرة بكل نشاط فيما يطلق به بمجمع التكاليف. نلاحظ ان اذا كانت هناك انشطة غير متجانسة من حيث طبيعة عملها ولكنها تتفق في طبيعة التكلفة، يعني بتمتلك مسبب تكلفة مناسب ليها، يمكن جمعها في مركز تكلفة واحد. والملاحظة دي علشان لو حد هيطبق الاسلوب ده داخل شركته يساعده في ان هو يبدأ يجمع البيانات بصورة فيها ايه اقل تكلفة. فمثلا كل الانشطة اللي بترتبط بساعات دوران الالات تعتبر مركز تكلفة واحد لان مسبب تكلفتها هو ساعات دوران الالات، وهكذا. ان الهدف من جمع الانشطة في مركز تكلفة واحد عندما يكون ذلك هو تحقيق ايه السهولة العملية وتخفيض تكلفة القياس. نمرة 5 تحديد معدل التكلفة لكل نشاط اللي هو معدل التحميل، ويتم ذلك عن طريق تقسيم إجمالي التكاليف الخاصة بكل نشاط على مجموع مسببات التكلفة الخاصة بالمنتجات اللي بتستخدمها. والمنتجات دي ممكن تجيلك في التمرين ألف ب ج د، مش شرط أبدا دايما ألف وب، وبالتالي لازم يبقى عندنا من الفليكسيبيليتي اللي احنا اتفقنا عليها ان بناخد التمرين ده كأفكار، لكن مش شرط يجي منه كوبي وبيست لو انت بتمتحن فيه، لان المفروض دي كيسز بتمر بيه ومفروض تطبق بيها السيستم دوت لو انت عايز تطبقه في شركتك، ولو كان بس اتيح لنا الفرصه الترم ده، لكن هو للظروف القهريه ديت كان ممكن نطبق بشكل اكبر على بيانات الشركه الخاصه بيك. يبقى معدل التكلفه لكل نشاط او معدل التحميل لكل نشاط هو اجمالي تكاليف النشاط نفسه على مجموع مسببات التكلفه. نمره 6 تخصيص تكاليف الأنشطة للمنتجات، وده عن طريق استخدام معدل التحميل اللي حضرتك لسه حسبته في الخطوة اللي فاتت تضربه في كمية مسبب التكلفة الخاصة بكل منتج. يبقى التكاليف غير مباشرة لكل وحدة منتج عبارة عن كمية مسبب التكلفة في معدل التحميل. ودوت سؤال ليك، يعني ممكن انت تستعد في ان انت تجهزه عشان لو طلبت في ان انت تقيم ايه الفرق بين النظام التقليدي للتكاليف ونظام التكاليف على اساس الانشطه، وبالتالي ممكن دوت يفتح لك نطاق شويه في ان انت تعرف تجاوب اي جزء نظري خاص بالجزء ده من الايه من المنهج بتاعك. فمثلا لو انا بتكلم على نظام محاسبه التكاليف على اساس النشاط ممكن ابص على زوايا معينه وانت بنفس النطاق دوت تقارنها بالمدخل التقليدي. يعني لو بقول مثلا في النقطة الأولانية من زاوية قياس التكاليف، هنجد إن وفقا للإي بي سي عملية قياس التكاليف بتتم عن مرحلتين. المرحلة الأولانية إنها تخصص الأول تكاليف الموارد على الأنشطة حسب استهلاك الأنشطة دي للموارد،
وبعدين الخطوة التانية أو المرحلة التانية بتتمثل في تحميل تكاليف الأنشطة على المنتجات النهائية حسب معدل استهلاك تلك المواد أو تلك المنتجات من الأنشطة باستخدام اللي احنا اتفقنا عليها مسببات التكلفة. هذه دي أول نقطة، ده قياس التكاليف. لو ببص على وجه مقارنة آخر زي الرقابة على التكاليف، هلاقي إن النظام الـ ABC بيساعد في تحقيق دور رقابي واضح. ليه؟ لأن الرقابة بتتم على الأنشطة وليس على المنتجات، فعن طريق إيه بقى؟ التحكم في النشاط في تنفيذه، وقبل الانتهاء من مرحلة تصنيع المنتجات يمكن للمنشأة أنها تحقق الرقابة المانعة، وليس الرقابة لاحقة، مش بعد ما يتم أي وقوع للتكلفة وأي انحراف نبدأ نراقب على وقوعها، وبالتالي بيساعد في تحقيق الرقابة المانعة وليس الرقابة اللاحقة. برضو وجه مقارنة آخر ممكن يساعدني فيه الـ ABC، تقييم الأداء. بنجد أن نظام الـ ABC بيهتم قوي بتحليل أداء المنشأة عن طريق تقسيمه إلى مجموعة من الأنشطة، دايما يقسم المنشأة إلى عدد من الأنشطة بهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة اللي بتنتج ويستبعد الأنشطة اللي المفروض أنها لا تضيف لقيمة المنتج. وده بيوضح لي قوي نواحي القوة والضعف داخل الشركة، يعني بيساهم ان الشركة دي تحدد نقاط او مواطن الضياع او الانحراف اللي ممكن تكون بتواجهها، وتقوي في نفس الوقت النواحي الإيجابية اللي في أداء المنشأة. وآخر وجه مقارنة ممكن نتكلم فيه اللي هي زاوية اتخاذ القرارات. فحنجد ان نظام الـ ABC بيوفر نوعين من المعلومات بتساعد في تحسين جودة القرار الإداري. النوع الأولاني ممكن تكون معلومات مالية، والنوع الثاني معلومات غير مالية. المعلومات المالية دي اللي هي هتبقى بتعكس التكلفة الفعلية للمنتجات، يعني بتوصف المعلومات دي كأنها بتساعد المنشأة أنها تعمل نظرة للوراء لما حدث، لما وراء الإنتاج، تساعد في اتخاذ قرارات تخطيطية كمان لفترات مقبلة، زي ما يكون هي بتساعدها في التسعير وفي الشراء وفي البيع. أما النوع الثاني من المعلومات بتكون معلومات غير مالية عن مثلا مصادر القيمة التنافسية لأنشطة المنشأة زي الجودة وهكذا. وطبعا في كتب كتير ومنها اللي حضرتك صورتهم مقارنات بزوايا مختلفة بين المدخل التقليدي وبين الـ ABC، وده بيساعدك يبقى عندك كده فوكاب محاسبي لما يسألك سؤال نظري بعد حل أي تمرين، رأيك إيه في تطبيق الـ ABC أو أيهما أفضل، المدخل التقليدي في التطبيق أو الـ ABC. وأيا كانت الإجابة لازم ليها رأي محاسبي وليه منطق محاسبي لازم تعتمد فيه. وبكده نكون انتهينا من شرح فصل محاسبة التكاليف على أساس النشاط.